بس انا عايزه اقول لكل البنات وكل الستات الامارات حبايبي واخواتي اللي بعتوا لنا مشاكلهم على صفحه البرنامج، مفيش مشكله ابدا 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 ان انت تقعي وتقفي وتقعي تاني وتقفي تاني. مفيش مشكله ان اروح شغل وفشلت فيه ورجعت وحزنت لي شويه، اروح اقدم تاني في شغلانه تانيه. الارتباط كله مشاعر، واحنا مشكلتنا يا بنات ان احنا بنعيش حياتنا بمشاعرنا. حاولي توازني ما بين مشاعرك وما بين عقلك. لو انت عرفتي، لان مش كل الناس بتعرف، لو عرفتي بجد وانت بنت ذكيه كده وشاطره توازني ما بين مشاعرك وعقلك، هتبقى حياتك انجح وهتبقى حياتك واضحه اكتر ومش هتقعي بسهوله. لكن كل اللي وقعوا قبل كده العيب مش فيكي. اوعي تاخدي ان اي حد سابك ولا حد خاين ولا حد بخيل ولا حد لعب بمشاعرك ان العيب فيكي انت. لا، العيب فيه هو، لكن انت بنت قمر ومشاعرك حلوه. لان في بنات اتعقدت وابتدت تقول انا مش هحب تاني ومش هرتبط تاني. انا مش عايزه اسمع الكلام ده، ياما كلنا وقعنا. انا قاعده قصادكم دلوقتي كده بعد وقعات كتير قوي عديت عليها، وقعت وحزنت واتكسرت وقمت ووقعت تاني وقمت تاني وتالت ورابع. لان احنا لازم نقوم، يعني ما ينفعش مشاعري هي اللي تحركني في حياتي كلها. قومي وقفي على رجلك واعرفي مشاعرك مين هيطبطب عليها، مين هيحترمك ويحترم مشاعرك مش يكسرك ويذل مشاعرك. اختاري صح عشان حياتك تبقى احلى.